من ولادنا ولا يموتنا شي واحد من عائلاتنا وعاد كنجي انا وكنقول عندي مشكل في الجيزات. فاليوم حنا كنحاولوا ما امكن نوصلوا ميساج كنقولوا جهاز الوقايه المدنيه ما درتوهوش خدمتكم. ناهبه ماتت بسبب مباشر ديال تقاعس في اداء المهام ديال انه ما كانش الحضور الواجب في الوقت. فالله يجازيكم بخير ساكنه سيدي علا البحراوي، الاعلاميين اللي جاوا حاضرين معنا والاخوان اللي جاوا حاضرين معنا، كنشكركم على المؤازره ديالكم، كنشكركم حيت عرفتوا بان سيدي علا البحراوي جزء من هذا الوطن هذا. حيت سيدي علا البحراوي راه ما بعيدش على الرباط اللي هو تما فين كيتصنع القرار. سيدي علا البحراوي قادرين الابناء ديالهم يجيبوا تجهيزات، حنا كاينه مبادرات اللي كدار على المستوى الجهوي الاقليمي اللي قادرين انهم يجهزوا سيدي علا البحراوي اللي كان واحد الوقت من اغنى الجماعات في البلاد، اللي مازال ممكن انه الاولاد ديالهم يغيروا هذا الواقع المر اللي كنعيشوا. ولكن ما نبخصوش الخدمه ديال بعض الناس اللي هما حاولوا يعتقوا هبه وما قدروش حيت التجهيزات ما كانتش. كون جاو هاد الناس هادو اللي طفاو العافيه في واحد الوقت وجيز كانوا ممكن يعتقوا هبه كون جاو في الوقت، حيت هبه من الوقيته اللي شدات العافيه وبدات تطلب يعني المساعده وكتغوت مسكينه راه واحد الوقت راه الاخوان حاضرين هنايا كانت تضحك ولا لا في الاول؟ كتضحك وكتشير الدراري ما عارفاش اش واقع، ولكن الوقيته اللي شدات العافيه العمليه راه ما بداتش. حيت شحال من واحد تيقول لك لا راه دغيا العمليه راه تعطلات وكون تشعلات خبرين 13 دقيقه باش دارت 13 دقيقه. فالاخوان الله يجازيكم بخير، حنا اليوم علاش تجمعنا هنا؟ حيت شحال من واحد هنايا كيقول لك جينا هنا في الشمس وهذه اسمع علاش جينا هنا باش ما يتكررش نفس الخطا. جينا هنا لحقاش انت ولا انت غدا انت كاع تقدر تكون انت بشكل مباشر معرض، تقدر توقع لك غير حادثه وممكن انه تعتق في 5 دقائق وهذا الشيء راه وقع في الكامولي. كيديونا ثالثي فلا تعاد تيهبطونا الرباط علاش؟ البومبيه حنا اليوم حنا ما كنسالوهمش غير هما بوحدهم، كنسالو مجموعه ديال الهيئات، مجموعه ديال السلطات الوصيه على ابناء هذه المنطقه، على ابناء ديال مدينه سيدي علا البحراوي. كنقول لهم بان سيدي علا البحراوي راه عندها ناس وعندها ابناء ديالها اللي قادرين انهم يسمعوا شي حويجات اللي ما قدروش يسمعوها ناس اللي هما كيسيروا البلاد دابا. ولكن الساكنه خصها تعرف بانهم مثل هذه الاحداث خصهم يفهموا ويوعوا بان هذيك 200 درهم ديال الانتخابات هي السبب في هذا الشيء هذا. بان اليوم قال لك شرف الواضحات من المفضحات. كاينه اسمعوا الاخوان اسمعوا عندكم يسحبوا لكم بان هبه راه ماتت شويه تسعه الدراري واش هبه ماتت ومشات شهيده. وكنقول لكم بان واحد الحاجه واسمعني مزيان، هبه ماتت حنا ما غاديش نكرروا نفس الاخطاء اللي داروا بعض المدن، ولكن اللي خصنا حنا اليوم نوعاو كمواطنين بان هذا المشكل هذا حنا السبب فيه. واخا كاينين اجهزه وصيه ولكن حنا السبب فيه. علاش؟ حيت صنع القرار نتوما اللي كتحكموا فيه، صنع القرار نتوما اللي كتحكموا فيه في الدوائر ديالكم. من كتجي دابا وكتقول لي وراه السيد طاح لي في الفراش وكنعيط لومبيلونس ما جاتش، راه انت السبب حيت ما اختاريتيش هذاك الشخص اللي ممكن يوقف معاك في الازمه ديالك. وهذا الشيء تنقولوا حنا عشنا وعرفنا وضلينا على الوضع ولينا كنفكروا باش تعرفوا الناس اللي هما قارين ومثقفين في هذه البلاد. عندك يسحبوا لكم بانه ناعسين ولاو كيفكروا يخرجوا من البلاد، كيقولوا بان البلاد ما عطاتناش، حيت الناس في البلاد كتشرى وكتباع في سوق النخاسه. ولكن اللي خصكم تفهموا بان راه مجموعه الناس كتالم وساكته والقهاوي جمعهم وساكتين. والله ماشي شكوى الله، انا نقول لك شنو خصو يكون. كاين المراحل اللي كان ممكن انه يكون فيها التغيير. فاش تكون مرحله التغيير ما نمشيوش لسوق النخاسه، ما نتباعوش 200 درهم. هادشي علاش كنقول لكم بان هاد الاجهزه كانت ممكن انه يكون عندهم احدث الكاميوات، وكانوا عندنا ناس اللي هما ممكن انهم يدافعوا عن حقوق المواطنين. سيدي علا البحراوي لحقاش هادشي هو اللي كيجي في الخطابات الملكيه، كيقول بانهم نتوما ما كتختاروش الناس اللي ممكن انهم يهضروا عليكم يمثلوكم. ما يمكنش انت يا واحد اختاريتي ما غيهضرش عليك، عندك كاميو خرده
وبغيتي كاميو في اعلى مستوى وجاي دابا كتقول له وهذه وقايه مدار اي انت هذا هو الواقع حيت كون اختاريتي مسؤول ممكن يقوم يعني يهضر على يختار يعني الحاجه اللي خصك انت وفي المستوى اللي حنا راه ما بعيدينش على الحضاره كما يقال راه سيدي علا البحراوي بوابه اقليم خميسات وغدا ممكن انه يكون عنده شان عظيم ولكن الساكنه ديالها وهذا هو اللي بغينا نوصلوا اليوم حنا اليوم الهضره اللي بغينا نوصلوها راه باينه وواضحه هذا ما كنلوموش بوحدو الجهاز ديال الوقايه ما كنلوموش بوحدو ولكن راه كاين اجهزه اخرى اللي ممكن انها كنطل على هذا الكاريان هنا انا كنسميه كاريان لحقاش هذا هو الواقع الا دخلتي دابا الاخوان الصحاب تدخلوا تشوفوا غتلقوا بان التجهيزه ضعيفه مقارنه مع التوسع ديال التجزئات اللي كاينه في سيدي علا البحراوي مقارنه مع الساكنه ديالو فاللي غنقول لكم الاخوان الصحفيين مشكورين على الحضور ديالكم وهذا هو الدور ديالكم انتم راه فيكم المواطن المغربي انتم فيكم الواقع اللي نورمالمون خصكم تسردوه المسؤولين اللي هما كاينين في اعلى مستوى بان الناس سيدي علا البحراوي راه خرجين اللي خارجين اليوم ماشي خارجين بشكل عباتي خارجين باش يقولوا بان حنا راه جزء من هذا الوطن وكيما حنا كتفرض علينا الضرائب وكنخلصوها بغينا الحقوق ديالنا والواجب حنا ما بغيناش شي حاجه اخرى ما بغيناش بغينا حنا كمواطنين عاديين نستافدوا من الحقوق اللي خصها تكون فاللي عنده شي مداخله وبغى يقولها بشكل سمعنا الله ينصركم بلا ما نبقاو نركبوا على الحدث نبقاو في الحدث ماشي الحدث اللي هو ديال الحريق هنا اللي بين شات ضحيه ديال هذه الفاجعه اللي بغى يقول شي كلمه معقوله ابراهيم بغينا المحاسبه شكون هو وبغينا المحاسبه شكون هو بغينا نحاسبو خاصنا حنا راه جايين هنا على اساس نشوف خاصنا نشوفوا الحل شنو هو حنا ما جايينش نجيبوا شوفوا حنا شعار متابعه شريف بدائبه بغينا نتابعوه اسيدي انا خاصني نتابعو ما شريف الله يرضي عليك شوف اليوم راه هذيك غدا الاخرى لا احنا واقفين هنا هو سات على راسو ناعس واخرج عندي تحاور معايا يلا قول لي شنو هو السبب قنعني وبغينا يرتاح حنا شي مسؤول اخويا ابراهيم وابراهيم وابراهيم ابراهيم الضامن مع هذه البنت هذه راه مساله كتهم الجميع والسلام عليكم وشكرا عبد ان شاء الله باش تكون في خواركم راه غدا جاي مرصد حقوقي من مدينه تيفلت غدا ان شاء الله مع ثلاث مع الصباح اذا هنايا غيكون الاخوان انا ما عرفتش شكون هما واش كاين التمثيليه ديالهم ولا لا تزينا ايوا حركت لينا على الزينه تزينا ايوا
I
بشكل يعني